أقامت شركة ضوء الفضاء دورة تدريبية في تقنية الألياف الضوئية FTTH يوم الخميس المصادف 30/12/2021 داخل مقر الشركة من قبل مهندس مختص في الاتصالات والمشاريع. هذا غلاف التسليح شو يتكون؟ يتكون يا أما من ألمنيوم أو يتكون من معدن أو يتكون من FRB تغليف. هذا لازم إحنا نشخص الكابل قبل أن نتعامل بيه. وتضمنت دورة الـ FTTH التعرف على الكابل والشعيرة الضوئية، التدرب على التقنيات المتقدمة والأجهزة اللازمة، استخدام المواد والمعدات الخاصة بالكابل الضوئي، لحام الشعيرة الضوئية، ماهية الأطوال الموجية والفروقات بينها، استخدام معدات الصيانة، نصب المقسمات الضوئية والجوينات، التدرب على التقنيات والأجهزة الحديثة. تهتم شركة ضوء الفضاء بالتميز وتطوير مهارات موظفيها لتقديم أفضل الخدمات.